اليوم بحول الله تمت الانطلاقة ولا ورينا لكم شنو غادي يكون ان شاء الله اللي غادي يخرج الوجود بعد انتهاء الاشغال واللي هو لو بيسوي. اليوم كازا بيسوي هي العلامة الرسمية ديال لو بيسوي في مدينة الدار البيضاء اللي غادي يجول. عندنا جوج ديال الخطوط، الاولى والثانيه سي لو بي دبليو 5 و بي دبليو 6. واحد كيبدا من السلميه وكيدوز على عين الشق، يعني من بن مسيك لعين الشق، والثاني هو هذا اللي حنا فيه كيمشي من المعارف اللي هو البدايه ديال يعقوب المنصور وغادي يمشي حتى للرحمه، حتى يعني الاقليم ديال نواصر على مدى 5 كيلومترات من اقليم نواصر. اذا اليوم هذا النوع ديال كازا بيسوي هو تكمله لكازا تخام، يعني غادي يكون تقريبا بنفس الشيء، يعني تذكره موحده. غادي يكون ثلاثه النقاط ديال الربط بين لو بيسوي وبين لو تخام، يعني يمكن الانسان يهبط من لو تخام وياخذ لو بوس لو بيسوي باش يكمل الطريق ديالو بنفس التذكره، يعني تذكره موحده ان شاء الله. اليوم الحافله اللي كتشوفوا هي حافله في يعني في ارقى مستوى ديال التنقل، سي ان بوس ديزل لو او 6، يعني لو بوس اللي اقل 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 تلوث للبيئه، يعني لي غاز اللي كيخرج لو سي او 2 هو اقل تلوث للبيئه، هو من اعلى الحافلات اليوم على المستوى العالمي. اول مره هذه الحافله كتدخل المغرب، كاين تنقل كاينه في اوروبا واول مره غادا تدخل يعني للمغرب بمدينه الدار البيضاء. فنحن جد سعداء بهذا الانجاز، وهنا علاش كنت كنقول لكم معذره على الاشغال، لان كانت ولا بد، لان كيف ما كتشوفوا لو بيسوي عنده ممر الخاص ديالو بحال الممر ديال لو تخام، وبالتالي غادي يمشي. القيمه ديال التنقل من تيرمينوس لتيرمينوس هي بين 30 و 35 دقيقه، وغادي يكونوا اشارات داخل المحطه وداخل الحافله اللي كتبين على الوقت ديال الممر ديال المرور ديال الحافله، والمرور غادي يكون كل 5 دقائق. عدد الحافلات الاجماليه اللي عندنا اليوم هي 40 حافله، واللي حنا في طور التلقاء ديالها، يعني حنا كناخذوا من نوع مرسيدس. والثانيه اللي غادي خصني ناكد عليها هي الكلفه الماليه ديال اقتناء الحافلات، هو 230 مليون ديال الدرهم تقريبا. نجد اليوم عمل جد يعني متقدم باش يمكن لينا نغوليو لو بوسوي لو ترام اي الزا لي بوس الزا، وهذا غادي يكون انجاز في حد ذاته لمدينه الدار البيضاء. شحال الثمن ديال التذكره ديال؟ لم يحدد بعد ثمن التذكره، هو تقديريا غادي يكون بحال لو ترام، فحنايا غادي خصنا طبعا ندوزوها في الدوره باش نعلنوا على ثمن التذكره اللي غادا تكون نهائيه لاقتناء ان شاء الله لو بوسوي. الانطلاقه الفعليه يناير 2023. حنا بغينا سيدي مؤمن يوصل حتى للرحمة في أقصى يعني وقت ممكن في أحسن الظروف، هذا هو الهدف من هاد لي ترانسون اللي درنا تكملة بين كازا تخام اي كازا بوسوي ولي بوس كازا بوس. عدد السائقين لحد الآن مازال ماشي، هما في طور انتقاء وفي طور تدريب، طبعا مازال ما كاينش رقم نهائي. طبعا كاينين النساء، كاينين الرجال، كاين شباب، فان شاء الله في التركيبه الاجماليه للموظفين هم موظفين مغاربه اللي غادي يكونوا. طبعا حنا شفنا ارتقينا الجانب الاجتماعي، طبعا نساء اللي اليوم بينوا على انهم قادرين يسوقوا لو بوس الزا، فعلاش ما يسوقوش ايضا لو بوسوي؟ هذا افتخار لنا الى كان جميع الاطراف وسورتو مغاربه وشباب هما اللي ان شاء الله غادي يخدموا في هذا.